بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هنقرأ بعض آيات من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركاته علينا أمين. من الإصحاح الأول بعض آيات والإصحاح الثاني. لأنه لمن من الملائكة قال قط: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول: ولتسجد له كل ملائكة الله. وعن الملائكة يقول: الصانع ملائكة رياحا وخدام لهيب نار. وأما عن الابن: كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم. من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك. وأنت يا رب في البدء أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك، هي تبيد ولكن أنت تبقى، وكلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير، ولكن أنت أنت وسنوك لن تفنى. ثم لمن من الملائكة قال قط: اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. أليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتدين أن يرثوا الخلاص؟ من الإصحاح الأولاني. من الإصحاح الثاني ناخد آيتين. آية 12 13 آية 14: فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. والمجد لله دائما أبدين أمين. كل سنة طيبين. احنا اليومين دول بنبدأ بالصوم الميلاد اللي بنسميه صوم التجسد الإلهي. فسيدنا نيافة الأنبا جبريل طلب مني أن أقول الكلمة لمدة 10 دقائق، أو قال لي هو 5 دقايق بس قلت له جايز تاخد 10 دقايق، فيعني هو وافق، عن حاجة عن التجسد، وبعد كده تحت أمركم في أي حاجة. الحتة اللي قرناها من رسالة العبرانيين بيتكلم عن دخول المسيح البكر إلى العالم، أو عن تجسد الرب يسوع المسيح. بيقول له: كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك. هنا بيتكلم عن رئاسة الابن أو عن سلطانه على الأرض. أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك. مين شركائه؟ هو بيتكلم عن الابن، بيتكلم عن الرب يسوع، بيقول له هو مسحك بزيت الابتهاج اللي هي بنسميه في سر المعمودية زيت الغليلون، زيت الابتهاج. يقول مسحك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك. مين شركائه؟ في العهد القديم كان تملي الملوك ورؤساء الكهنة أو الأنبياء كانوا بيمسحوا بزيت، زي مثلا صموئيل لما كان ربنا قال له امسح لي ملك، فراح جاب شاول بن قيس ومسحه بالزيت، جاب قنين الدهن ومسحه بقى ملك. فلما كان يتمسح بزيت يسموه مسيح الرب. طب انتوا عارفين القصه دي. نفس الحكايه عملها مع صموئيل النبي، عملها برضك مع داوود. بعد كده جاب داوود لما راح بيت يسل بيت لحمي وقال له عايز حد من اولادك يبقى ملك، فجاب له اولاده الكبار كلهم، فقال له ربنا ما اختارش واحد من دول، ما عندكش حد تاني؟ قال له عندي ابن صغير بس ده بيرعى الغنم. قال له هات لي بتاع رعاة الغنم ده، فجابه له، فربنا قال له هو ده اللي انا اخترته، فمسحه بالزيت. تشوفوا قصة داود وشاول بعد كده في مواقف كتيرة بعد الحرب اللي بينهم. كانوا شاول وقع في ايدين داود، وكان داود ممكن يقتله، فنرد يقول ايه: كيف امد يدي الى مسيح الرب؟ أدام اتمسح بالزيت بقى مسيح الرب. دي كان المسحاء بتوع العهد القديم، عشان كده بيقول له
من أجل ذلك مسحك الله. هي بيتكلم عن السيد المسيح مسحة الروح القدس على في الأردن. من أجل ذلك مسحك الله بزيت الابتهاج أو بدهن الفرح أكثر من شركائك. هم دول شركائه اللي كانوا في العهد القديم، اللي هو الملوك أو القضاة اللي كان بيمسحهم الأنبياء وقتها. طب العهد الجديد مالهوش شركاء؟ احنا بنؤمنش أو بالشرك، ولكن في العهد القديم كان فيه شركاء. طب العهد الجديد فيه شركاء؟ في نفس الرسالة اللي احنا قريناها إصحاح 2 يقول فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعطي أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. في العهد الجديد الرب يسوع أخذ الجسد بتاعنا فسماه إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما. ليه هنا معلمنا بالرسول بولس الرسول بيأكد على أن الجسد اللي واخده الرب يسوع الشركة في اللحم والدم؟ يعني عايز يقول الجسد اللي خده زي جسدنا بالظبط. طب افرض مختلف عنه، ما يبقاش تشارك مع الأولاد في اللحم والدم، يبقى اشترك مع حد غيرنا. فعايز هنا بولس الرسول يؤكد ان شركة الرب يسوع كانت معانا احنا، مش مع اي خليقة اخرى. اذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا كذلك فيهما، ويكمل بعد كده يقول لانه حقا ليس يمسك الملائكة، ما بيعنش او ما بيمدش ايده لنجدة الملائكة، بل يمسك نسل ابراهيم، لانه تشبه بنسل ابراهيم، خد اللحم والدم بتاعهم فاشترك معاهم. في آية السيد المسيح قالها في العهد الجديد تبين لكم يعني إيه الرب يسوع اشترك معنا في اللحم والدم. بيقول أنا الكرمة وأنتم الأخصام. أنا عايز حد يقدر يفرق لي بين الكرمة والأخصام. الكرمة اللي هي أني حتة، والأخصام تبدأ منين؟ أنا الكرمة وأنتم الأخصام. ما قالش مثلا أنا الكرمة وأنتم مثلا شجر البرتقال، أو أنا الكرمة وأنتم النخيل يبقى زي بعض شجر زي بعض، لا. ده قال أنا الكرمة، تخيلوا كده مثلا الكرمة زي الصليب ده، أنا الكرمة وأنتم الأخصام، الأخصام بتاعتي. في فرق من الأخصام والكرمة؟ هو ده اللي عايز يقوله. إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم. المسيح بيوصفنا ان احنا الاغصان بتاعه الكرمه، يعني ادانا من طبيعته، اتحدنا بيه فبقى الطبيعه بتاعته زي الطبيعه بتاعتنا، فقدر ياخد طبيعتنا دي هي الطبيعه البشريه بتاعتنا ويخلصنا بيها ويتصلب بيها على الصليب ويقوم بنفس هذه الطبيعه. اشتركنا في اللحم والدم معاه الشركه، شركه كامله دون اي تفرقه. ازاي نحافظ على الشركه دي؟ في ايه المعلمنا بولس الرسول بيقول ان الامم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده بالمسيح في الانجيل. هنا معلمنا بولس الرسول كان بيكتب رساله بتاعه افسس وبيشرح حته شركاء، فبيقول ايه عن الشركاء؟ يقول الشركاء احنا شركاء الرب يسوع، مش احنا بس، ده الأمم واليهود. بولس الرسول كان من اليهود، والشعب اليهودي كله هو اللي كان اللي مع الرب يسوع في الكرازة بتاعته. ابتدى بولس الرسول يطلع ليكرز للأمم، فبيقول إن الرسالة بتاعة الرب مش لجنس معين. طب إيه الفرق بين جنس اليهود والأجناس الأخرى؟ في واحد يقول لا ده جنس مختلف، دول يهود شعب مختار والرب جه من وسط اليهود. فبولس الرسول عايز ينفي الحتة دي. إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، ما قالش اشترك في الجنس، ما قالش اشترك في الأمة، ما قالش اشترك في المواطنة، إن دول يهود فهو بقى يهود زي لهم، لأ. ده قال صفة موجودة في كل الناس،
جميعنا المصريين زي الأسبانيين زي المساويين زي الهنود زي الصينيين، حتى لو جنس أحمر أو جنس أصفر، كله مشترك في اللحم والدم. الحتة دي مهمة جدا بالنسبة لنا كمسيحيين، لازم نفهمها. رسالة العبرانيين برضك صح، لأن بنقرأ فيه أول آية فيه بتقول إيه؟ أول آية في العبرانيين الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. أقول الآية دي تاني، الآية دي مهمة جدا لنا كمسيحيين، هي مهمة لنا كمصريين أكتر. أنتوا جايز هنا في المهجر ما تفرقش عندكم كتير، تفرق عندنا احنا كمصريين في الوضع اللي احنا فيه. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما، يعني زمان قوي ربنا لما حب يكلم الناس كلمهم ازاي؟ عن طريق الأنبياء. يعني عايز يكلم بني إسرائيل كلم موسى وموسى يكلمه، حب يكلم أي شعب عايز يكلمه يبعت له رسالة عن طريق النبي بتاعه. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمه عن طريق فم الفم زي موسى، كلمه عن طريق الأحلام زي يوسف، كلمه عن طريق الرؤى، كلمه بأي طريق، أنواع وطرق كثيرة. كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. يعني إيه؟ إيه الفرق؟ الفرق ساعة ما كلم موسى كلمه بأني لغة؟ بيقولوا العبراني باين. طب لما كلم أرمية كلمه بأني لغة؟ بيقولوا احتمال الأرامي. طب لما اتكلم بعد كده في العصور اللي بعد كده اتكلم بأني لغة؟ بيقولوا بالعربي. إذا اتكلم بكذا لغة، اللغة بتتغير واللغة بتتطور. مفهوم كلامي اللغة بتتطور، في لغات بتموت وبتظهر لغات جديدة. فإذا لو كنا بنعتمد على الدين على كلام، الكلام بيتغير والكلام ممكن يترجم وممكن ياخد معاني الأخرى. طب ربنا يسوع ما كلمناش بكلام مكتوب؟ لا، معلم بولس الرسول بيقول كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. كلمنا في الابن المتجسد، كلمنا في الجسد واللحم، قد تشارك الأولاد في اللحم والدم. عايز يقول لنا إن كلام ربنا لينا مش كلام منطوق نسمعه بودنا وننساه تاني يوم، ده نزل وخد جسدنا واتحد بينا فبقى واحد مننا، بقى إحنا متحدين بيه. الكلام بيتغير، الجسد والدم مش هيتغير. جسد الرب يسوع اللي خدمه الست العذراء زي جسدي وجسدك بالظبط، مفيش أي فرق بيننا وبينهم، الجسد ما بيتغيرش. فاللي عايش في الكنيسة الإله المتجسد، ده اللي عايش معانا وده اللي عايش فينا وده اللي متحدين بيه. اللي عايش في الأديان الأخرى الكلام، معجزة الأديان الأخرى كلام، كتاب مسطور بكلام. الكلام يتغير، الكلام يفقد معناه أحيانا. يعني إيه يفقد معناه؟ كلمة قطار في اللغة العربية معناها إيه؟ اللي يعرف فيك عربي، قطار بالعربي يعني ايه؟ ايه هو القطر؟ اللي هو السكة الحديد اللي احنا بنركبه؟ ده الكلام ده اليومين دول. زمان القطار ما كانش معناه قطار. كلمة قطار دي كلمة في اللغة العربية موجودة من 1400 سنة. وما كانش لسه اخترعوا القطارات. قطار كان لما الجمال تطلع في البرية وتمشي، فعشان الجمال ما تتوهش كان يربطه ديل الجمل في الجمل اللي وراه في رقبة الجمل، فكل جمل يقطر الجمل اللي قبله فيبقوا ماشيين في طابور فيسموه قطار. فكلمة قطار كان لها معنى من 1400 سنة غير المعنى اللي موجود دلوقتي. يعني ايه سجادة؟ كلمة سجادة يعني ايه؟ حد يبص في الأرض ويقول لي يعني ايه سجادة؟ دي عمرها ما كانت اسمها سجادة، ده الاسم الجديد اللي احنا سميناه، سمينا البتاع اللي على الارض دي سجاده. السجاده هي مكان السجود، الحته اللي انت تسجد عليها اسمها سجاده، ده دي في اللغه العربيه.
فالمكان اللي بتسجد عليه سموه سجاده، وان الصلاه تمام اللي بيحطوا سجاده ويصلوا عليه، فسميت هذه القطعه سجاده لانها مكان السجود. اذا اللغه بتفقد معناها وبتتغير كلمات المعنى. الجسد والدم لن يفقد معناه، جسد الدم خده الرب يسوع مننا، هو اللي عايش معانا لغايه دلوقتي، هو اللي بناكله على المذبح. دي عظمه المسيحيه. الله بعدما كلم الاباء بالانبياء كلام، كلم الاباء بالانبياء قديما بانواع وطرق كثيره، كلمنا في هذه الايام الاخيره في ابنه، كلمنا في اقنوم الابن، كلمنا في الابن المتجسد. ده الفرق بين الكلام في القديم وكلام في المسيحيه. في القديم كان كل علاقته بيهم علاقه وصايا واوامر ونواهي، كان يدي اوامر، كان يدي شرائع، كان يدي ناموس، وهم عليهم ان هم يطيعوا هذه الشرائع. اما في المسيح يسوع فادانا جسده ودمه، سابه لنا على المذبح كل يوم، كل يوم ناكلهم وكل يوم نتحد بيه اكتر. دي معجزه الانسان العادي او الانسان اللي خارج المسيحيه ممكن ما يفهمهاش، احنا فاهمينها عشان عايشينها كل يوم. انا فاكر مره اسره كانت جايه دير ابو مقار، فالراجل وزوجته واولاده كانوا كبار وكانوا خدام في الكنيسه، فبيسالون عن خدمه الشباب وازاي ممكن يدوا دروس عن الطهاره للشباب. فقلت لهم موضوع الطهاره ما يتدرسش كموضوع اجتماعي، كموضوع اجتماعي بيدرس في كل حته، بيدرس في كليات الاداب، بيدرس في كليات التربيه، بيدرس في عند المسيحيين وغير المسيحيين. قلت لهم ما يتدرس، قالوا ما يتدرس ازاي؟ قلت لهم يتدرس عن طريق الافخارستيه، عن طريق الجسد والدم. قالوا ازاي؟ قلت لهم القربانه زي ما اهلنا كانوا بيشرحوها لنا، وانا قلت الكلام ده الصبح، كان يقولوا لنا القربانه الصليب اللي في النص ده يمثل الرب يسوع، وحواليه 12 صليب يمثلوا التلاميذ ال 12، وحواليهم بقيه القربانه يمثلنا كلنا. ده كان التفسير البسيط الساذج اللي بيحكوه لنا اهالينا. دي معناها ايه؟ معناها احنا لما بنتناول نمره واحد بنتحد بالرب يسوع، نمره اتنين بنتحد بعضنا ببعض. قوه سر التناول اللي موجود على المذبح كل يوم قوته ان احنا كل يوم لما بنتناول بنتحد اتحاد حقيقي بالرب يسوع، وبنتحد بعضنا ببعض. هل ممكن انا لما اتحد باختي وباخويا في الكنيسه ممكن يجي لي افكار شر ضد اخواتي؟ فاجمل حاجه علموا اولادكم في مدارس الاحد الطهاره عن طريق الافخارستيه، عن طريق اتحادنا وشركتنا كلنا في الجسد والدم. ده العظمه بتاعه اسرار الكنيسه. اسرار كنيستنا مش موضوعات عقليه بندرسها، مش موضوعات لاهوتيه بندرسها في كليات اللاهوت، دي حياه بنعيشها. الطفل الصغير في الكنيسه ممكن يكون فاهمها احسن مني، انا جايز باخدها عقليا. ممكن وانا داخل اتناول يعني حته القربانه دي جسد المسيح، ممكن اشك في وقت من الاوقات. الطفل الصغير ما يشكش، انه داخل من جوه قلبه عارف ان جسد المسيح ودمه، عارف انه داخل يتحد بالرب، يتحد بالرب وبتحد بكل اخواتي في الكنيسه. دي الحلاوه بتاعت كلمه ربنا المتجسد اللي هو ظهر في وسطنا في اخر الايام. دي اخر ايام احنا اللي بيتكلم عنها القديس بولس الرسول، ايام التجسد. والنهارده حسب السنكسار قرينا الصبح بيقولوا معجزه نقل جبل المقطم، ودي برضك لها علاقه بعيد التجسد او بصوم الميلاد. في سؤال بيقول، انا خلصت الكلام، انا اتمنى لما بكلم اي حد هي 5 دقائق او 10 دقائق، فكده انا خلصت الكلام. لو حد عايز يسال حاجه سيدنا معانا ممكن يجاوب، لو انا اعرف هجاوب. في سؤال جميل جدا جدا جدا، ما اعرفش، انا عندي 8 سنين وعاوز اعرف كيف لي ان اصير راهب او راهبه في المستقبل. 8 سنين انا ما قريتش السؤال غير دلوقتي، ولكن بقول لكم ممكن يكون طفل في الكنيسه عايش
حياة المسيح عايش بكل ملئها هو طفل صغير. ممكن واحد كبير فيه ما بقاش حاسس بالنعمة التي نحن فيها مقيمون، النعمة اللي احنا عايشين فيها. ازاي اصير راهب؟ انا ممكن اصير راهب من غير ما ادخل الدير، ممكن ادخل الدير وما بقاش راهب. المقصود بان انا اعيش راهب ان انا اعيش للمسيح. ممكن اعيش للمسيح جوه الدير، ممكن اعيش للمسيح بره الدير. احساسي ان انا راهب ان انا عايش في حضره ربنا في اي وقت، ان انا حاسس ان انا متحد بالمسيح في اي لحظه، سواء انا جوه الكنيسه او بره الكنيسه. فالابن او الابن المبارك اللي كاتب السؤال ده هو عيش مع المسيح طول حياتك، وهيجي اليوم اللي ربنا يختار لك الطريق الصح. في سؤال تاني بأشكر اللي كاتب السؤال، بيرحب بيا هذا الترحيب، انا ما استحقش ده، دول محبه سيدنا نيافه الانبا جبريل، يعني ما كنتش استاهل اقعد قدامكم هنا. انا عارف بلاش اسئله صعبه ارجوك، في ناس كاتبين اسئله صعبه لما سيدنا هو اللي جاوب عليها. الاسئله اختياريه طبعا، احنا عارفين ظروف المهجر. انا هجاوب على السؤال من غير ما اقرا صيغه السؤال، يعني احنا عارفين ظروف المهجر، انا مش عارفها، انا ما عشتش في المهجر. فالسؤال بيتكلم عن الحياه في المهجر. انتوا كلكم خرجتوا من اجل تحسين المعيشه او من اجل الحياه الافضل. صحيح المسيح جه وقال انا جئت لتكون لهم حياه وتكون لهم افضل. كل فينا واحد بيطور طبعا على الحياه الافضل، والحياه الافضل مش هتتم جوه الاسره غير بالتعاون بين الاب والام والاولاد. حياه مقدسه جوه البيت الكل بيراعي فيها التعب بتاع كل الفرد الاخر. الاب بيجاهد من اجل الاسره، الام بتجاهد، الاطفال بيجاهدوا برضك في طريقهم. اللي يخلي الاسره تقضي الايام الغربه بتاعتها بسلام المحبه اللي بينهم وبعض. احنا اتكلمنا الصبح بنقول ان الرب يسوع بيقول ان لم يبغض الانسان اباه وامه من اجل التبعيه بتاعته، وقلنا البغض هنا معناها التنازل عن او قطع الربط الجسديه للارتفاع بيه الى محبه روحيه. تبقى المحبه اللي جوه الاسره محبه روحيه، المحبه الروحيه اقوى بكتير من المحبه الجسديه. للاسف المحبه الجسديه ممكن بسهوله جدا واحد يسيب ابوه في مصر ويهاجر لامريكا، رغم ان يعني لو قال له انا هروح اتراهبن ممكن يعمل جنازه، لكن لو قال له انا ههاجر امريكا يبقى فرحان ويجري ويجيب له الفيزا وهو ثبت ابوه ومشي. المحبه الروحيه اقوى. فالسؤال هنا ازاي نقوي المحبه جوه الاسره، نخليها هي الرابط اللي بيربطنا ببعض، هي دي اللي بتخلي الاسره تعيش في سلام. ما هو الفرق بين توقيت عيد الميلاد في اوروبا وبين عيد الميلاد في مصر والشرق الاوسط؟ الفرق 11 يوم. مش الاجابه كده يا سيدنا؟ الفرق بين عيد الميلاد في اوروبا وعيد الميلاد في مصر؟ توقيت الصيف والشتاء. لا انتوا عارفين الاجابه طبعا، ليه هنا بنعيد بيعيدوا عن 25 وفي مصر بنعيد 7 يناير؟ حد ما يعرفش الاجابه؟ التغيير بس بتاع التوقيت اليولياني والتوقيت الجريجوري. يعني التوقيت اللي كان ماشي عليه العالم كله حسم ان اليوم، احنا كنا بنحسب السنه 365 يوم وربع. فلما تقدم الفلك قالوا لا دي في فرق كذا دقيقه. كذا دقيقه دي جمعت كذا يوم، فرقت لها 11 يوم. جه في سنه 1500 وشويه كده غيروا شالوا كذا يوم من السنه. يعني الناس نامت مثلا يوم 5 اغسطس، صحيت تاني يوم لقوا نفسهم يوم 16 اغسطس، شالوا 11 يوم من التوقيت. فدي فرقت في اوروبا اللي هم ماشيين على التقويم الغرغوري او التقويم الميلادي، يعني فرقت عندهم. في عيد الميلاد نزل من 7 يناير نزل ل 25 ديسمبر. احنا في مصر ما كانش عندنا السنه الميلاديه،
مصر طول عمرها عايشه اما بالتقويم القبطي لا اما بالتقويم الهجري بعد دخول الاسلام. ما كانش في عندنا تقويم ميلادي. التقويم الميلادي ما دخلش مصر وما عرفناش غير بعد الحمله الفرنسيه لما جت مصر، فما كانش عندنا تقويم ميلادي، فما كانش عندنا مشكله فرق الايام في السنه الميلاديه. احنا كان عندنا ماشيين بالسنه القبطيه. السنة الهجرية ما تنفعش للأعياد لأنها سنة قمرية مش سنة شمسية. إحنا في مصر سنة نجمية. سنة نجمية سنة ثابتة. فبقى في فرق بين التقويم النجمي بتاع مصر والتقويم الشمسي بتاع أوروبا. ففرقت الأيام، فدي مالهاش دعوة بالعقيدة إطلاقًا. فرق 7 يناير من 25 نيسان مالهاش دعوة بالعقيدة المسيحية. لا دعوة بالفلك بعلم الفلك. يعني لو جه اليوم ووحدوا العيدين ما فيش اي مشكله، دي حاجه مش عقديه على الاطلاق. ما بقول لحضرتك ما فيش اصح وغلط. في الكنيسه الاولى كنا احنا في مصر بنعيد يوم خمس، لو اعتبرنا عيد التوقيم الميلادي موجود في مصر، كنا بنعيد يوم 29 كياك الذي يساوي 25 ديسمبر. احنا دلوقتي لسه بنعيد 29 كياك ما غيرناهوش، وهما بيعيدوا لغايه دلوقتي 25 ديسمبر ما غيروش. ف 25 ديسمبر صح و 29 كياك كانوا زمان الاثنين في نفس اليوم. فبعد لما التقويم الميلادي اتشال منه جزء فالسنه قصرت ال 11 يوم دول، بقى هما ال 25 ديسمبر بتاعتهم ما تساويش 29 كياك عندنا. ده الفرق بين الاثنين، فالموضوع فلكي مش ديني خالص، مش عقيدي او مش لاهوتي. هو سيدنا البابا بيحاول يعمل توحيد للاعياد بس مش سهل قبولها. في بعضنا قابلها بسهوله، مش فارقه عنده احنا نعيد مع الغرب في عيد القيامه في يوم واحد او نعيد في عيد الميلاد يوم واحد، بس اي تغيير في ناس ما بتقبلهوش. اي نوع من التغيير ده ممكن جوه الاسره تيجي الام في يوم كده تطلع في دماغها تغير الاوض، تخلي الاوضه اللي بتنام فيها هي وجوزها. واعتقد المصريين مشهورين بالحكايه ديت، اصل انا مصري وعارف الحكايه دي. يعني كانت يغيروا اوضه النوم دي يجيبوها هنا ويجيبوا مكانها اوضه الصالون مش كنا بنعمل كده؟ وبنعمل كده لغايه دلوقتي هنا، تلاقي الام فرحانه جدا بالتغيير، يجي الزوج من الشغل، ايه اللي عملت ايه ده؟ الاوضه دي ما تريحنيش، الاوضه دي احسن. وبعد فترة تقول طب هرجعها، وتصبر مثلا 6 شهور 7 شهور وتيجي ترجعها، يرجع من شغل انت رجعت الأوضة دي ما احنا مرتاحين في الأوضة التانية. أي تغيير لازم حد يكون معترض. نفس الحكاية بالنسبة للأعياد، أنا جايب مثل تافه يعني، لا نفس الحكاية. في ناس موافقين جدا على توحيد الأعياد، وفي ناس رافضين توحيد الأعياد. لكن في رأينا سواء رفض أو عدم رفض ملوش دعوة بالعقيدة المسيحية على الإطلاق. ده موضوع فلكي. لو وافقوا الكنيسة لتوحيد الأعياد خير وبركة. لو ما وافقوش هيجي وقت. يعني دي مطلوبة. حد طالب صلاة من أجل ومن أجل أسرته، المسيح يمد إيده ويمد إيده بالصلاة. هل ما زال شعب إسرائيل شعب الله المختار؟ بولس الرسول بيقول إحنا إسرائيل الجديد. طب ما فيش خلاص إسرائيل قديمة. إسرائيل اللي موجودة حاليا في الشرق الأوسط ليست لها أي علاقة على الإطلاق بإسرائيل بتاعة أيام السيد المسيح خالص. إسرائيل انتهت بعد سقوط هيكل أورشليم، وبعد ما الشعب اتبدد وراح في العالم كله. اللي موجودين دلوقتي معظمهم يعني في ناس بيقولوا مش يهود أصلا كمان، مش يعني أصولهم مش من إسرائيل. معظم أصولها من الشرق، من أوروبا الشرقية. لكن الناس اللي كانوا عايشين من اليهود ايام السيد المسيح معظمهم يا اما امن بالمسيح يا اما تشتت وانتهى. فما اقدرش اقول دلوقتي ان اسرائيل شعب الله المختار. الكلمه دي انتهت خلاص، مش عايز اسمها شعب الله المختار. الله لا حاليا في ايماننا الله لا يختار له شعب. احنا كلمنا الصبح وقلنا المسيح في قد ما جاب مثل انا هو الراعي الصالح، اتكلم على حظيرة الخراف. ولما جه يصرف نفسه ان هو الباب ما قالش انا هو باب حظيرة الخراف، قال انا هو باب الخراف. في العهد القديم كان الله اله شعب يقود شعب. في العهد الجديد انا راعي الخراف بقى اله شخصي لينا.
علاقته بينا علاقة شخصية بكل واحد مننا، بقى إله شخصي، إله خد جسدي، إله اتحد بيا، ما بقاش إله شعوب، لا إله الصين، لا مش إله المصريين، مش إله اليهود. الفكرة دي كلها انتهت، سقطت فكرة شعب الله المختار. أصبح كل إنسان مختار في المسيح يسوع، كل إنسان مننا أصبح مختار في المسيح يسوع دون شعوب. ما معنى لاهوته لم يفارق ناسوته؟ معناه أن اتحاد الرب يسوع، يعني اللاهوت يعني الله، لما اتحد في بطن العذراء بالناسوت يعني بالجسد، ده بنسميه اتحاد كامل أو اتحاد حقيقي. ده تم في الرب يسوع بس، اتحاد حقيقي بين اللاهوت وبين الناسوت. لاهوته لم يفارق ناسوته، يعني لما السيد المسيح مات على الصليب بالجسد، اللاهوت ما سابش الناسوت. هو صحيح الجسد ميت ودخل اتحط في القبر، لكن برضك متحد بلاهوته. طب تقول ده مات ازاي؟ مات لان الروح الانسانيه فرقت الجسد، واللاهوت متحد باللاهوت يعني متحد بالناسوت، يعني متحد بالجسد ومتحد بالروح. النفس دي اللي نزلت الجحيم وطلعت اللي كانوا في الجحيم، ومتحد بالناسوت. لو كان ساب الناسوت كان الناسوت عفن، كان نتن جوه القبر، لكن عشان متحد بيه قلت لم تدع قدوسك يرى فسادا، لانه كان متحد بيه. ده معنى كلمه لاهوته لم يفارق ناسوته. الشعر بتاعي واضح، التفسير واضح ولا؟ اللاهوت لم يفارق ناسوته من لحظه الاتحاد لغايه النهارده. من لحظه الاتحاد في بطن الست العذراء لغاية دلوقتي ولغاية الظهر الآتي لم يفرق. لا، ده السؤال ده بطريقة تانية. كلمة لاهوت معناها الله، كلمة اللاهوت يعني الله في جوهره. فالله هنقوله الله ثالوث، الآب والابن والروح القدس، ده بنسميه الثالوث اللي احنا بنؤمن بيه. أقنوم الابن هو اللي تجسد في بطن الست العذراء. الله، الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. ابنه هو دهيت ابنه، ده أقنوم الابن. كلمنا في ابنه، يعني الابن، ابن الله اللاهوت اتحد في بطن الست العذراء بالناسوت بتاعها. ده اللي بنسميه اللاهوت اتحد بالناسوت. الله اللي كان موجود منذ الأزل اتحد في بطن العذراء بالناسوت بتاعها، وتولد الرب يسوع المسيح على الارض وعاش بينا، وجه اتصلب ومات بالجسد، ثم اتحد الروح تاني بالجسد ده وقام من الاموات وصعد الى السماء وموجود بجسده في السماء. وما تقرا سفر الرؤيا لما يتكلم يقول على الرب يسوع المسيح لان جروحه فيه حمل كانه مذبوح، يعني الحمل هو التعبير عن الابن، كأنه مذبوح يعني آلامه لسه فيه، كأن باين فيها آثار المسامير. فكلمة لاهوت، فالله اللي موجود منذ الأزل اتحد في بطن العذراء بالناسوت بتاعه، عاش بيه على الأرض، اتحد بينا كلنا، مات على الصليب، صعد بهذا الناسوت إلى السماء، وهو متحد بينا في نفس الوقت. اللاهوت لم يفارق الناسوت لحظة. الإجابة واضحة ولا؟ لا، الناسوت كلمه يعني الجسد بتاع ست العذراء اللي خد منه، فما كانش موجود. لا، الناس في فتره من الزمن ما كانش الناسوت، مش اللاهوت. الناسوت اللي هو من بطن العذراء، الجسد بتاعنا ده، السيد المسيح اتحد بجسد زينا بالظبط، الجسد ده واخده من ست العذراء، ما كانش موجود قبل كده، ده وجد في اللحظه اللي هو خلقه في بطنها واتحد بيه. لكن هو الله الابن كلاهوت موجود منذ الازل، هو الله الابن موجود منذ الازل، اتحد في بطن الست العذراء بالناسوت. كلمه ناسوت يعني جسد، بس دي كلمه مش عربي، دي كلمه سرياني، فبدل ما يحط كلمه جسد حط كلمه ناسوت. اتحد في بطن الست العذراء بالجسد بتاعها، واتولد منها على هيئه طفل، وكبر الطفل دوت وعاش في وسطنا، واتصلب وقام وطلع السماء، صعد الى السماء.
إله لأنه متحد باللاهوت. الله ممكن تقول روح، الله روح، الله اتحد بالجسد بتاعنا في شخص الرب يسوع المسيح. هو كان موجود في السماء قبل الاتحاد، واتحد بشخص الرب يسوع، يعني اتحد بالجسد اللي خده من الست العذراء، وعاش بيه على الارض لغايه ما صلب وقام من الاموات وصعد للسماء. صعد بالجسد بتاعنا احنا، جسد القيامه، الجسد الممجد، بعد ما قام من الموت اصبح جسد ممجد، صعد بيه للسماء. ده نفس الجسد اللي هيديه لنا احنا بعد القيامه اللي هنصعد ونبقى معاه. فهو كان اله منذ الازل، اتحد بجسد، عاش بيه فتره في الارض ورجع تاني للسماء فوق. بس وهو راجع للسماء خد معاه الناسوت بتاعنا، خد معاه الجسد اللي هو متحد بيه. فهو اله منذ الازل واله الان واله الى الابد. ده احنا مش هنشوفه بس، ده احنا هنقعد معاه على عرشه. من يغلب يجلس معي على عرشي كما غلبت انا وجلست على عرش ابي. مش هنشوفه بس، خد بالك من النقطه دي. احنا ما عندناش جنه منفصله عن الله، ما عندناش. الجنه بتاعتنا او الفردوس بتاعنا او الملكوت بتاعنا واتحدنا بالله. السيد المسيح بيقول من يغلب ساعطيه ان يجلس على عرشي. خد بالك من كلمه ازاي نجلس على عرشه؟ لان احنا متحدين بيه، احنا متحدين بيه من هذه اللحظه. فمن يغلب سيجلس معي على عرشي. فاحنا مش هنشوفه بس، ده هنقعد معه على العرش بتاعه. اسئله سهله. لو في وقت نتكلم. في سؤال سياسي لو سيدنا يحب يجاوب عليه هو يجاوب. نفس السؤال ده اعتقد انا بجاوب عليه دلوقتي. هل الرب يسوع بالجسد المادي هو جسد الاله اللحم والدم هو اله ام انسان؟ ده نفس الكلام اللي بنقوله. هل واضح الاجابه دلوقتي ولا اقولها تاني؟ نفس بتاع يعني المسيح هو عايش في الارض، هل هو ربنا؟ هو ربنا انه كان متحد بجسدنا، بس اللاهوت ما حدش يشوفه، الله لم يره احد قط. اللاهوت ما يتشافش بالعينين، لكن هو لما اتحد بجسدنا بقى عايش في وسطنا. أنا فاكر جملة حلوة خالص لأبونا متى المسكين، كان واحد بيسأل عن أبونا متى، بيقول لما شفنا الرب يسوع، لما شفنا الرب يسوع عرفنا أخلاق ربنا شكلها إيه، لما شفناه في محبته، لما شفناه في تواضعه. في واحد يقول الله جبار، هو فعلا جبار، الله قادر، الله قادر على كل شيء، الله متعالي، قال الله تعالى. صفات حلوة جدا جدا كلها عن الله. بس احنا ما شفناهاش. شفناها فين؟ احنا شفنا الطبيعه، لما تقوم الزلازل والزوابع والبراكين فنعرف ان الله جبار او الطبيعه جبار. مش عارفين حاجات مش شايفينها. طب ازاي عرفنا محبه الله؟ لما شفنا ابنه. الله لم يره احد قط. طب عرفنا ازاي ربنا؟ لما شفنا ابنه اللي هو الرب يسوع المسيح، لما خد جسد وشفناه عرفنا ربنا يسوع المسيح. عشان كده احنا في المسيحيه الله بتاعنا مش الله مجرد الله وبس، لا. الحته اللي هي تملي للاسف يعني بنركز عليها، ولكن نركز على موضوع التوحيد. فتسمعوا كلمه التثليث والتوحيد، نؤكد على وحدانيه الله. الله واحد، الله واحد، الله واحد، لازم ناكد عليها في الكلام. انا ما بحبش اكد عليها في الكلام خالص. ده اجمل حاجه تقول الله هو ابو ربنا يسوع المسيح، لان احنا ما نعرفش الله غير عن طريق ربنا يسوع المسيح. احنا شفنا الله فين؟ الله فوق في السماء ولا فين؟ ما نعرفش، ما شفناهوش. لكن اللي شفناه، اللي خد جسدنا، اللي عاش في وسطنا، اللي اتحد بينا، اللي ادانا القيامه، اللي ادانا الحياه الابديه، هو ابنه يسوع المسيح. فده اللي شفناه. الحاجات دي كلها وصلت لنا لما تعمدنا في المعمودية وحل علينا الروح القدس، اتنقلت علينا كل بركات التجسد خدناها يوم ما تعمدنا في المعمودية. ده اللي احنا شفناه بعيننا الرب يسوع المسيح، احنا ما شفناش الله المجرد اللي في السماء فوق. فعشان كده احنا بنفرح جدا في المسيحية بكلمة إن الله هو أبو ربنا يسوع المسيح. أنت الأسئلة بقت صعبة أوي، خلوا الأسئلة هادية شوية.
في احد الاباء التملي كان يقول احنا فينا خطيه، لان احنا بنخطئ بسبب الطبيعه البشريه او بسبب الطبيعه القديمه اللي فينا بنخطئ، ولكن ما عليناش خطيه، ان خطيتنا مغفوره بدم الرب يسوع. اي خطيه بعملها ادم بتوب عنها مغفوره بدم الرب يسوع. قبل المسيحيه كان ممكن اي انسان يعمل خطيه، بس مغفرتها ما كانتش هتؤدي الى الحياه الابديه. داود اخطا وربنا غفر له خطيته في العهد القديم، بس برضك بعد ما مات راح الجحيم. في المسيحيه مختلفه، انا ممكن اخطئ في المسيحيه عن عدم اراده، ولو اراده تبقى اراده ضعيفه وربنا يديني يقويني، انا لا اخطئ في المسيحيه على قد ما اقدر، ولكن مع التوبه الخطيه بتتغفر. مش بس بتتغفر، ده بتتغفر وببقى ضامن ان انا داخل الملكوت. انا احب اركز على النقطه دي، رغم ان البعض بيعتبر ده فكر غير ارثوذكسي. لا، ده فكر ارثوذكسي. معلمنا بولس الرسول بيقول انا عالم بمن امنت، انا عالم يعني انا عارف بمن امنت، وموقن يعني متاكد، وموقن انه قادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. الايه دي حلوه على فكره، احنا بنخاف نقولها في الكنيسه الارثوذكسيه، بنحس نقول لك انا عارف بمن امنت، بس هو قادر يحفظ وديعتي، بس انا هضيع الوديعه. لا، ربنا ما بيسمحش. ربنا محبته فينا بيحفظ لنا الوديعه بتاعتنا. هو كل اللي عايزه مننا اشتياق قلب. هي دي الخليقه الجديده. الخليقه اللي جديده فينا هي اللي تنزع دائما الى الملكوت، تنزع الى محبه الله. هل عمرك شفت واحد مسيحي بيتناول ويفعل الخطيه، يشرب الخطيه كالماء من غير ما يحس؟ صعب، صعب جدا جدا. مجرد اللي بيعمل حاجه ومش خطيه، يعني حاجه مميته، ولو خطيه بسيطه، ولو نظره خطا، ولو كسر اي قانون، على طول في حاجه من جوه بتقول في غلط، في لحظتها بيقول في غلط، وفي لحظتها حتى لو ما تابش بيحس انه متضايق. دي الخليقه الجديده اللي فيه. خليقه جديده على طول بتنبهه ان في غلط، بتنبهه زي ما يكون واحد ماشي في طريق في صحراء مثلا او حاجه، وبعالم الطريق مش باينه قوي قدامه، بعد شويه يحس انه ماشي غلط فيعدل نفسه، يحس او واحد سايق عربيه ويجي ينام يحس انه غلطان. ايه اللي بيعرفه على طول الطريق قدامك؟ الطريق ده قدامك لتدخل يمين ولا دي الخليقه الجديده اللي فيه. بتصلح له الطريق اول باول طول ما هو ماشي. المولود من الله لا يخطئ، لا يخطئ بارادته، يخطئ عن ضعف. المولود من الله وزرعه، على فكره في بعض الناس بيقولوا المولود من الله يقصد به الرب يسوع المسيح، بعض التفاسير، لكن المقصود به اي واحد فينا. المولود من الله، لان زرعه زرع الرب يسوع الروح القدس موجود فيه، هو ده اللي بيبكتنا على الخطيه. دي الخليقه الجديده اللي كل يوم بتخليني عايش. فكر يوم تبعد عن الرب يسوع يوم او اثنين او ثلاثه، بدل ما تحس نفسك بعيد خالص عنه. الحمد لله ضميري مش هيأنبني. انا اتذكر في واحد صديق لجلال ابو مهار، كان هو كان المحل بتاعه في شارع الجمهوريه في القاهره، كان بتاع مواتير عربيات وحاجات زي كده، كان راجل مبسوط قوي قوي. جمله قالها، قال انا امنت نفسي من كل ناحيه ضد ربنا، من كل ناحيه. فلوسي حطيتها في اكتر من بنك وفي اكتر من دوله، يعني مش في اكتر من بنك، لو البنك الاهلي وقع هلاقيها في بنك مصر، ده حطيتها في اكتر من دوله، فانا مش عايز منه حاجه. وفي لحظه جالي من فوق، ده هو الراجل بيحكي، جالي من فوق بمرض جوه جسمي، جاله بمرض اللي هو البعيد عنكم المرض الوحش. بيقول لحظتها لما كشفت ولقيت عندي السرطان، في لحظتها عرفت ان ربنا بيحبني مش العكس. يقول انا امنت نفسي بعيد عن ربنا بالفلوس بتاعتي من كل ناحيه، لكن من محبته جالي بالمرض الوحش عشان افتكره. الكلام ده قاله الراهب عندنا من الدير قبل ما يتنيح بثلاث ايام وتناول، كنت اخر مناوله في حياته. دي الخليقه الجديده اللي في الانسان، اللي مهما يحصل للانسان يبعد عن ربنا هيجيبه هيجيبه. في قصه برضك دي ذكرت في الكتاب بتاع ابونا كرولوس المقاري. كان ابونا كرولوس طالع من اعتقد بعضكم شاف ابونا كرولوس اللي زار دير ابو مقار،
كان الروبيتا بتاع الدير كذا وثلاثين سنة، وماشي تحت التكعيبة، كان في الصوم الكبير، فلقى شاب قاعد تحت التكعيبة، يعني جايز يكون بعضكم قرأ القصة دي. فبيقول له ايه اللي معادك هنا؟ القداس شغال، انزل احنا القداس. كنا في الصوم الكبير. فقال له لا يا ابونا مش هتناول. قال له مش هتناول ليه؟ انزل احنا القداس وتناول. ده الشخص ده قريب راهب عندنا في دير ابو معمر، يعني ابن عمه على طول. فقال له انزل اتناول. قال له معلش يا ابونا اصل انا فطرت الصبح. قال له فطرت فطرت الله يحلك. انزل اتناول. ابونا كروس مش عارف بيقول له، ابونا كروس عمره ما هيقول لواحد فاطر انزل اتناول. قال له الله يحلك انزل اتناول. قال له اكلت بيض وجبنه. على اساس ايه؟ ما مش فطرت، بس انا فطرت اكل فطاري. قال له الله يحلك انزل اتناول. قال له شبس بعدها سيجاره. فاتغاظ منه ابونا كروس. قال له يا ابني اسمع الكلام، انزل احضر القداس وتناول. قال له على مسؤوليتك. قال له على مسؤوليتي. نزل الكنيسه بحضر القداس وتناول في القداس. جه على الساعة 5 أبونا اللي في الكنايس راح لأبونا كرولوس، قال له في شاب قاعد في الكنيسة مش عايز يسيب الكنيسة. تعالى كلمه وقول له يروح. فنزل لأبونا كرولوس. قال له ها اتناولت؟ قال له اتناولت يا أبونا. قال له ما روحتش ليه؟ الشاب قاعد يبكي. قال له بتبكي ليه؟ قال له أنا عمري في حياتي ما اتناولت. دي أول مرة في حياتي حد يقول لي ادخل اتناول. أنا ما أعرفش التناول، عمري ما أسمع عنه، لكن عمري ما تناولت. فلما لقيت الإصرار بتاعك قلت في حاجة غلط. بالنتيجة إصرار أبونا كرولوس، فقلت في حاجة غلط، دخلت الكنيسة وحضرت القداس وتناولت. طلب ما رضاش يطلع من الكنيسة، راح قعد تحت جسد أبو معمر يبكي. وافتكر كل خطاياه اللي عملها طول حياته تحت أبو معمر، هو اعترف لأبو معمر، ما اعترفش لحد. اعترف لأبو معمر. وخد بعضه وروح. تاني يوم جالنا خبر بيحته. ايه ده؟ ابن عمه في الدير بلغنا، يقول يا ابونا كرولوس الاخ اللي كان عندنا امبارح تنيح امبارح. تيجي ازاي دي؟ دي الخليقه الجديده اللي فيه، الخليقه الجديده اللي ربنا اداها له. صحيح الانسان ممكن يبعد عن ربنا، لكن محبه ربنا لكل واحد فينا هيجيبه هيجيبه. أدام من جوه في اشتياق، حتى لو الاشتياق متغطي أو مستخبي ربنا هيجيبه، لأن ربنا وديع، ربنا أمين على الوديعة بتاعته، إحنا الوديعة بتاعته. بولس الرسول أنا عالم بمن آمنت، أي دي حلوة، وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. ده إيمان أي حد فينا، إن إحنا متأكدين إن إحنا هنخلص. مش بالطريقه اللي خارج عن الكنيسه، هنخلص كلنا. هنخلص لسبب، مش عشان احنا حلوين، عشان هو عايز. هنخلص عشان هو عايزنا نخلص، لان احنا اولاده. انت ثمنك كام؟ ثمنك كام؟ دم المسيح. دم المسيح. هو مش هيسيب دمه يروح حاضر. هو صاحب الدم مش انت، هو صاحب الدم. صح هو اداهولك ساعة ما دفع الثمن على الصليب، الثمن ده كان دمه. مين اللي خد الثمن ده؟ احنا، احنا اللي خدنا دمه مش حد تاني. لا الدم خده الشيطان ولا الدم قدمه للآب، الدم ده قدمه لنا احنا على المذبح كل يوم. فدفع ثمننا دمه، والثمن احنا اللي خدناه، احنا اللي بنشربه كل يوم على المذبح. فمش هيسيبنا نضل، ورانا وهيجيبنا. لو أمننا نفسنا من كل ناحية هيوصل لنا، هيوصل لنا، ما تخافوش. نجاوب أسئلة سياسية ولا بلاش؟ ده سياسي كده. الوقت خلص، فمش عايز. لو حد لسه بقى قد ايه؟ لماذا كان السيد المسيح في بعض أقواله يقول أبي أبي أبي؟ ده من حظنا، ما هو بيقول أبي يبقى إحنا أولاد الآب، إن هو متحد بينا إحنا. فدي حاجة تفرحنا إنه كان بينادي على الآب على طول.
ان هو كده كان بيتكلم بلساننا احنا. كل اللي عمله المسيح، كل اللي عمله المسيح على الارض عمله لحسابنا مش لحسابه هو. هو مش محتاج حاجه خالص، مش اي احتياج ليه، ده هو الاله المتجسد، ما كانش محتاج لاي حاجه. الاباء بيقولوا لما اتعمد كانت البشريه اللي بتتعمد فيه، لما انتصر في البريه كانت البشريه اللي فيه هي المنتصر، يعني احنا اللي كنا منتصرين. ولما كان صايم 40 يوم كنا احنا اللي خدنا نصره على الجسد وبالصيام. كل اللي عمله المسيح كان لاجلنا احنا مش لاجله هو. فلما كان بيقول ابي 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 ده بيتكلم بلساننا احنا، دي حاجه تفرحنا ان هو كان بينادي الاب باسمنا. حد كان بيسأل سؤال عن أبونا آدم، وهل كان يعلم بوجود الشيطان ولماذا يعاقبه الله؟ احنا بنبص تملي الموضوع آدم وعقاب الله ليه. أحيانا في الكلية من الكليات يكون في طالب مثلا يغلط فيجازوه، فيجي الجزاء اللي أخده يكون مثلا في قسم من الاقسام ويسقطوه في قسم، يتنقل قسم تاني يبرع في القسم التاني وياخد اعظم ما خده من القسم الاول. دي باختصار القصه اللي حصلت لادم. ادم كان انسان صح، كان هيعيش الخلود. ربنا بيقول كان ادم اتخلق على الخلود او على غير فساد، ولكن مستحيل كان ادم هيوصل للي احنا وصلنا له دلوقتي. ده كانت بركه عظيمه ان خطيئه ادم جرت على البشرية كلها تجسد الابن. تجسد الابن كان بركة كبيرة لينا. فإذا كان آدم أخطأ وخد عقاب، فخد في نسله بركة، وإن آدم نفسه عاش 100 سنة، عاش 900 سنة، وبعد كده المسيح نزل طلعه من الجحيم ودخله الملكوت بعد كده. فدي يعني ما تضايقكمش قوي إن آدم عوقب، إحنا خدنا البركة بتاع عقاب آدم. ما رأيي في كتاب المرأة في المسيحية؟ السؤال ده جاي من هنا ولا جاي من هنا؟ كتاب المرأة في المسيحية بتاع أبونا يوئيل المقاري. أنا ما أعرفش أنتوا رأيكم أنتوا فيه. كتاب إيه؟ الستات موافقين عليه؟ أنا موافق على الكتاب، ولكن لازم رأي الكنيسة. ما فيش راهب يكتب كتاب او حد يكتب كتاب ويحط تشريع بدون راي الكنيسه. يعني ده اعتبروه بحث، بحث مفيد، بحث كويس، كل حاجه، لكن لازم الكنيسه تقول رايها. لو الكنيسه لا، انا ما فيش هجوم على الكتاب. في ناس طبعا اي راي لازم يكون فيه هجوم او فيه اتفاق. لو احنا كلنا اتفقنا يبقى معناه ما عندناش مخ، لازم يكون فيه راي وراي الاخر، ودي كويسه. لا، اتهام بالتكفير ده تخلف، معلش، نوع من التخلف. لكن تملي اي حد عايز يقول راي يقول اهلا وسهلا الراي، لكن الكنيسه هي اللي تقول رايها في الاخر. الراي راي الكنيسه مش راي اشخاص خالص مهما يكون. سيدنا في أسئلة تانية؟ في أسئلة بحس إنها أسئلة خاصة شوية، فدي أعتقد ممكن تتحل مثلا مع سيدنا أو حاجة، حاجات داخلية في الأسر أو ما إلى ذلك. فمش كل السؤال عن الأسرة ينفع يتجاوب على كإجابة واحدة، ولكن على قد ما نقدر في المسيحية إحنا بنؤمن إن الأسرة دي كنيسة صغيرة. الأب والأم والأولاد دول كنيسة، فدول على قد ما يقدروا يحتملوا بعض من أجل الأولاد ومن أجل سلام البيت
ومن أجل وجود المسيح جوه الأسرة يحتملوا بعض على قد ما يقدروا. لو في مشكلة جوه الأسرة ومش قادرين يحتملوا خالص لازم يتدخل ناس من عقلاء الأسرة أو من عقلاء من الكنيسة من أجل السلام جوه الأسرة. إحنا بنحبش يعني الأمور تتفاقم وتوصل لأي حاجة مش صح. يعني في واحد بيسألني سؤال عن كتابات أبونا متى المسكين، أنا أبونا متى المسكين عايز نبذة سريعة عنه. أبونا متى كان راهب في أول ما التلمذ على إيد أبونا مينا المتوحد اللي هو قداسة البابا كرولوس، زي ما أنتم عارفين كان ساعتها في الطاحونة في القاهرة، وكان هو رئيس دير الأنبا صموئيل. فأول ما اتراهب منه يعتبر اتراهب في دير الأنبا صموئيل، وبعد كده اتنقل لدير السوريان، قعد في دير الأنبا صموئيل حوالي 3 سنين. الكلام ده سنة واحد سنة 48، كانت لسه كان قبل الأنبا يوساب أعتقد سنة 48. بعد كده قالوا لهم إن دير الأنبا صموئيل مش معترف بيه، فبعض الرهبان رجعوا راحوا سابوا دير الأنبا صموئيل وراحوا السوريان. وبعدين هو أبونا متى كان مرض في المكان ده هوت، فكانت المعيشة صعبة جدا. كنت لسه قاعد مع نيابة الأنبا باسيليوس من يومين، فحكى لي الحياة كانت صعبة جدا في المنطقة في دير الأنبا صموئيل، فساب دير الأنبا صموئيل نزل يتعالج وبعدين راح دير السوريان. عاش فترة في دير السوريان لغاية مش فاكر التواريخ قوي. بعد كده اتنقل راح الريان، قعد في الريان من 60 لغاية 69 في الصحراء بتاعت الريان. وبعد كده بعت لهم قداسة البابا كرولوس، فنزلوا قابلوه، كان حوالي 10 رهبان راحوا قابلوه في القاهرة مع أبونا صليب سوريال اللي هو كان في الجيزة. وقداسة البابا قال لهم روحوا عمروا دير أبو مقار، فقال له ناخد رأي نيافة الأنبا مخييل. فالأنبا مخييل وافق جدا واستقبلهم في دير أبو مقار، وحتى من المداعبات بتاعت الأنبا مخييل لأبونا متى المسكين بيقول لأبونا متى تبدأ تعمر الدير وتبنيه، ولو عايز فلوس أنا ممكن أبعت لك فلوس. فرد عليه وقال له ده كلام يا سيدنا، أبو مقار راجل يصرف على نفسه، هنخلي الست العادية هي اللي تصرف علينا، فنخلي الراجل هو اللي يصرف علينا. ففعلا ابتدى تعمير الدير من سنة 69، وربنا أعطاله وعمر الدير واستقبل أولاد كتير في الدير لغاية ما تنيح سنة 2006. ده باختصار حياة أبونا متى المسكين. أنا عارف كلكم عارفين القصة بس أنا ما بعرفش أحكي حكاوي. دخل يعتبر بالنسبة للناحية الزراعية هو من أوائل الناس في مصر دخلوا حاجات علمية كتير. يعني هقول لحضرتك حاجة، الطريق الصحراوي كنا بنروح الدير في أنا ابتديت أروح الدير من سنة 69، يعني دي أول معرفة ليا للأديرة من سنة 69. كان الطريق الصحراوي أولا كان طريق مفرد، مش زي دلوقتي طريق منقص، كان طريق مفرد، وكان يقفل كان يقفلوه الساعة 6 بالليل لأنه كان تبع الجيش، ما كانش يشتغل طول النهار، كان طريق صعب جدا جدا. والطريق الصحراوي معروف كده، يقول لك عايز تاخد راحة تاخد عند ريست هاوس اللي هي وادي النطرون. من القاهرة لإسكندرية ما كانش فيه شجرة واحدة على الطريق الصحراوي طول الطريق الصحراوي، كان كله صحراء، كان فعلا طريق صحراوي. فين وفين لما ابتدت تعمل السجون في مديرية التحرير، الريس عمل كذا سجن هناك، السجون وادي النطرون بقى في مباني على الطريق، لكن الطريق كله صحراء من القاهرة لغاية اسكندرية، ال 220 كيلو دول كلهم صحراء. جه في الآخر أبونا متى المسكين لما قعد في دير الأنبا أبو مقار، هو من طبعه يحب التعمير، يعني راح دير الأنبا صموئيل ابتدى يعمر فيه، راح دير السوريان ابتدى يعمر فيه، هو يحب التعمير بطبعه. حتى انا كنت قاعد مع نيافه الانبا برنابه والرهبان هناك، قالوا احنا نعرف في دير السوريان ان ابونا متى دخل 5 حاجات بحرف الميم، المكتبه هو اللي نظمها، الميده هو اللي عملها، مش عارف المزرعه هو اللي زرعها، حاجات زي كده يعني 3 5 حاجات هو اللي هو غاوي تعمير، ما يعرفش يقعد من غير شغل. فابتدى يزرع المنطقه اللي حوالينا، فناس قالوا له ابتدى يسأل الناس بتوع الزراعة ايه احسن حاجة تعيش في الصحراء؟ قالوا الصحراء ما ينفعش غير النخل،
أو الزيتون. فابتدى يجيب شتلات زيتون من بره مصر، من أسبانيا ومن إيطاليا وحاجات زي كده، وابتدى يجيب الفروع دي ويبتدى يزرع في مصر الزيتون، وابتدى يعمل شتلات. لأول مرة الطريق الصحراوي تبان فيه نقطة خضراء، كان هي دي ربو مقار. الطريق الصحراوي كان صحراوي خالص، لغاية ما لو تفتكروا القصة بتاعت رئيس السادات، كان معدي بالطيارة بتاعته وكان قاعد جنبه الكفراوي، فبيقول له إيه الأخضر اللي تحت ده؟ قال له دي ربو مقار. قال له زارعين جوه الصحراء؟ طب أنت بتزرعش زيهم ليه؟ قال له أنا هجيب رهبان منين؟ ده هو عنده رهبان بيزرعه، أنا هجيب رهبان منين؟ قال له إذا الأرض دي أرض تنفع للزراعة، ابني مدينة هنا وسميها مدينة السادات، تبقى قدام دير أبو مقار على طول. فده سبب بناء مدينة السادات قدام دير أبو مقار. بعد ما ابتدى يزرع الزيتون ابتدى يعمل شتلات، عمل مثلا مش أقل، مش عايز أقول 10 مليون 20 مليون شتلة، اتوزعت شتلات الزيتون على معظم المزارع، فالطريق الصحراوي كله خضر. لدرجة مرة كنت في الإسكندرية واحد بيشرح لي المزرعة بتاعته، بقول له فين؟ قال لي المزرعة اللي مزروعة شجر ضخم أولها. قلت له طب أعرفها إزاي؟ قال لي الشجر ده إحنا واخدينه من عندكم من الدير، كل المزارع بتاعتنا واخدينها من الدير. هو فعلا الطريق الصحراوي كله كان بدايته الزراعة، إنه شاف الرهبان بيزرعوا فابتدى الطريق كله يتزرع. ده فعلا أبونا متى اللي دخل الزراعة، وهو اللي دخل البنجر، بنجر العلف أول واحد دخله مصر، وزرعناه تقريبا في كذا وعشرين محافظة على مستوى الجمهورية. كان في راهب بيروح هو اللي يزرع لهم البنجر. البنجر بيتزرع اساسا في المانيا، الثمره بتاعته 5 كيلو، ده بنجر علف غير بنجر السكر. وكان الوزير بتاع الزراعه في المانيا لما سمع عن نجاح زراعه البنجر في دير ابو مقار، جالنا زياره الدير، جه مصر وجه السفير الالماني وجه زياره دير ابو مقار، وانا كنت حاضر يوميها في الجلسه دهيت. فقال انا سمعت ان البنجر عندكم نجح، عايز اشوف ثمره البنجر. البنجر ده كان الثمرة بنجر تحت الأرض، وبعدين الورق الأخضر كله ينفع علف للحيوانات. فروحنا نجيب له ثمرة من البنجر، وزنها قد إيه؟ علو ترابيزة. تعرفين الزير بتاع الفلاحين بتاعنا، ثمرة البنجر قد الزير بالظبط، وصلت الثمرة الواحدة 45 كيلو. في ألمانيا الماكسيمم بتاعها 5 كيلو، في مصر وصلت 45 كيلو في دير أبو مقار. الراجل ما كانش مصدق، فجه وشاف الثمار. احنا وزرعناها تقريبا على معظم محافظات الجمهوريه كنوع من كعلف للحيوانات في ودخلنا حكايه التلقيح الصناعي بالنسبه للحيوانات وده. يعني هو كان بالامانه كان شاطر، كان شاطر في كل حاجه. هو ربنا ما بيلاقي واحد امين، ربنا اللي بيدي كل اللي تشتغلوا في الاديره بامانه ربنا اعطاهم. يعني دير مريمينا كان شكله ايه من 40 سنه؟ حد فيكم زار دير مريمينا زمان؟ حد زار دير مريمينا من 40 سنه؟ ما كانش في دير اسمه مريمينا الاول. قال لك ما كانش في دير اسمه مريمينا، كانت مدينه بومينا، مدينه بقايا دير مريمينا من القرن الرابع، ما كانش في دير اسمه مريمينا. جه البابا كرولوس قال هنعمل هنا دير. شخص بابا كرولوس قال هنعمل دير، اتجمع حواليه ثلاث اربع رهبان اللي هو المتنيح نيافه الانبا مينا وابونا رافائيل ابا مينا وحالينا ابونا كرولوس، وابتدوا يعملوا الدير. شكل الدير دلوقتي ايه؟ باسم الصليب. يعني هي ربنا عايز واحد امين، واحد. هو قالها زمان في العهد القديم، انزلوا دوروا في المدينه على واحد امين، واحد انا هنقذ المدينه كلها من اجله. وربنا عايز واحد امين. انا سمعت من سيدنا على ابونا يوحنا البراموسي، مش ده كان واحد هنا في النمسا؟ عمل ايه في النمسا؟ اللي انا سمعته عمل كتير، مش كده سيدنا؟ واحد. ربنا محتاج واحد امين يشتغل بيه. الواحد ده بيخدر كل المنطقه اللي حواليه، كناحيه روحيه انا بتكلم، واحد بس امين. دير الريان ان شاء الله ما هتتحل المشكله بتاعته، بس انا هي لسه هتتحل في يوم من الايام. هو اتقسم لثلاث مناطق بقى جوه الريان، في مجموعه رهبان وفي
اتقسموا ثلاث مجموعات، في مجموعه تبع نيافه الانبا دوماديوس، دول موجودين في النوباريه، ومجموعه تبع نيافه الانبا ستيفانوس في بني مزار او حاجه زي كده، ومجموعه تبع نيافه الانبا ماكاريوس اللي هي موجوده في الريان. وقداسه البابا بيقول هنرسم منهم رهبان وهنرسم لهم اسس، يعني المشكله في طريقها للحل، يعني اطمئنوا مش مفيش مشكله صعبه حلها عند ربنا، ربنا هيحل كل المشاكل، لهم له يعني حلول ملهاش نهايه في اي مشكله، بس التوقيت ربنا بيستنى التوقيت المناسب، زي الاخ حكيت لكم قصته، استنى له لما استوى ربنا حل المشكله، ربنا بيستنى التوقيت بس. اشكر محبتكم واشكر سيدنا على الفرصه الحلوه اني قعدت معاكم، وارجو ما اكونش زهقتكم بالاسئله والاجابات، وكل سنه وانتم طيبين. شكرا يا سيدي. عن صورة الكنيسة، عشان دي أول زيارة لنيافتك للكنيسة هنا، حاجة يعني بالنسبة لينا شكل الحلاوة بتاعت الكنيسة بتاعتنا. كل حضرنا سيدنا خدين مدينة نيافتك كده عشان الزيارة الأولى دي. أحرقتوني بمحبتكم، الله يعوضكم. شكرا سيدنا يا سيدنا جبريل تعيش وتفرحنا سيدنا. شكرا سيدنا، هو محبه كبيره يعني. شكرا سيدنا، الله يخليك يا سيدنا. الله يخليك يا سيدنا. لا العفو العفو، ما تشكر. حاضر يا سيدنا.